صباح الخير. ولأنه دائما عم نحكي إنه الإعلام المجتمع والسوشيال ميديا صارت جزء من حياتنا، منخصص لها دائما بهذا الوقت فقرة. واليوم معنا هديل شحادة، وهديل من الأسماء أيضا المعروفة على مستوى السوشيال ميديا في الأردن. صباح الخير هديل. صباح النور دانا، كيفك؟ حضرتك مدربة وأخصائية في الإعلام المجتمعي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. دائما كل يوم في كل لحظة في إشي جديد على السوشيال ميديا، وإحنا منحب دائما بهاي الفقرة نبدأ بشو تريندينج أو شو في أشياء هلا عم بنحكى فيها كتير تحديدا في الأردن. أوكي، أول شيء شكرا كتير إنكم استضفتوني، كتير مبسوطة إني معكم اليوم. بتويتر في كتير طبعا مستخدمين أردنيين كتير نشطاء، وليتلي إذا بتلاحظوا في هاشتاج تريندينج اللي هي هاشتاج الانتخابات. كتير الأردنيين عم بيشاركوا بهذا الموضوع، عم بيحكوا عن موضوع الانتخابات وبيعطوا آرائهم بهذا الموضوع. هلا احنا اذا بدنا نحكي على الهاشتاج انتخابات لحالها ولا انتخابات اندرسكور 2016؟ لا، انتخابات لحالها. انتخابات، اوكي. يعني عم بيكون في تفاعل وتواصل بهاشتاج في تفاعل، في ناس عم بيعطوا ارائهم بهذا الموضوع. مش كل شيء ايجابي، بس نستنى. يعني في هاي بعض التويتس من الاردنيين، نشطاء التواصل الاجتماعي الاردنيين، عم بيحكوا عن ارائهم بتويتر. حلو. في أشياء إيجابية عن الانتخابات وفي أشياء سلبية طبعاً. فيك تقولي إنه مش كل حدا مع الموضوع، بس إن شاء الله لقدام الناس تتفاعل معهم أكتر. نعم، تمام. أوكي، يعني أكتر إشي عم بينحكى فيك تقولي إنه تقريباً 400 تويت انحكت موضوع هاشتاج انتخابات، وكان مشاركتها أكتر إشي من الأردن. وإذا بتروحوا على تويتر بتشوفوا الناس شو تفاعلاتهم، شو عم بيحكوا، شو عم بيشاركوا بموضوع التويت. تمام. قديه برضو أنا بعتبر إنه لما نحكي عن هديل الانتخابات على السوشيال ميديا كتير بيشجع الشباب. نعم. إحنا رسالتنا وكمان الهيئة المستقلة للانتخابات كتير عم بتركز إنه الشباب يروحوا يصوتوا، وبحس هو نوع من التشجيع. يعني بالآخر إحنا مش عالم افتراضي، هو عالم واقعي. إذا بدنا مستقبل أفضل لبلدنا لازم نروح ننتخب، فمننبسط إنه في تفعيل وفي نشاط في موضوع هاشتاج الانتخابات. نعم. هو هذا يعني الانتخابات هلا هي حتحدد مستقبل الأردن لقدام. أكيد 100%. طيب شو كمان معنا؟ نحكي هلا آخر أخبار السوشيال ميديا. طبعا زي ما حكينا في كل يوم خبر جديد، كل يوم في إشي جديد. أنا بالنسبة لي كل يوم عم بقرأ articles عن السوشيال ميديا، شو عم latest news، عشان الواحد ضله up to date. فبنبلش أول إشي بالإنستغرام. انستغرام عمل إشي جديد، أضاف خاصية جديدة اللي هي زوم. انستغرام زوم هلا صار فيك تعمل زوم على انستغرام. ذكري كنا نعطي لماما الانستغرام بقولها ماما مثلا شوفي هالصورة، على طول تعمل زوم، بحكي لها انستغرام ما في زوم. ما في زوم ماما. هلا انستغرام ردوا علينا وعملوا هاي الخاصية، وبس بأصبعين بتعمل هيك وبتزوم على هذا. بتحسي بعدين زوم الفضول، يعني لما بدك تطلع على التفاصيل أو تلقي الأواعي بدك تشوفي ديتيلز. شو اللبسة. فإذا لمحبي التفاصيل وللأمهات صار في زوم على الإنستغرام، يعني عرفوا إيش ناقص عندهم بالصورة. exactly. وكملوا. exactly. إيش كمان؟ زي ما قلتي الإنستغرام وسناب شات فيك تقولي في قتال دائم، مين يكون الأحسن، مين يطلع أكتر. خاصة الإنستغرام هلأ عم بحاول يقلد سناب شات بأي طريقة معينة، بإنستغرام ستوريز أو بأي شيء، فعم بحاول أن فيه يحط خاصيات جديدة. فعشان هيك سناب شات عم بطلع برضو أشياء جديدة. هلأ سناب شات عمل إديت للتكست، بتقدر تعمليها بولد، تخملي التكست الموجود. كان أول إشي عندنا خط واحد، خط واحد ما نقدر نغيره. بتقدر تعملي الخط الخميل، تقدر تعملي الخط تميلي، أو تحطي أندرلاين. هذا للناس اللي كتير بيستخدموا سناب شات وبيحبوا يحطوا تكست بالسناب شات. ننتقل هلأ على فيسبوك. فيسبوك عمل مع ماسنجر، فيسبوك ماسنجر عملوا إشي جديد. وبرضو زي ما حكينا عم بيحاول أنه في يعمل كوبي لسناب شات. بالماسنجر ضاف خاصية أنه التصوير الفيديو بالماسنجر. فهيك اللي بيستخدموا سناب شات فيديو نفس المبدأ تقريباً.
بتكبسوا على الفيديو وبتصير تقدر تعملي فيديو تشات مع شخص عم تبعتي له تكست مسج. حلو حلو. هي زي ما حكيتي بحسها حرب باردة بين سناب شات وفيسبوك، خاصة لأنه حاول مارك أنه يشتري سناب شات مارك. صح والله لازم، لأنه إذا هو أخذ كمان سناب شات خلص بيكتسح العالم يعني. بالزبط. المفروض في ما يضل ينافس حاله، يكون في نوع من المنافسة. وشفنا كمان قبل أسبوعين برضو استعرضنا بهاي الفقرة كانت طالعة قصة الستوري بالإنستغرام جديدة. قديش عم بتحسي برضو بأنك أنت خبيرة بالمجال، الناس عم بتحب هذا الموضوع ولا لساتها اللي متعود على سناب شات؟ بصراحة مش كل حدا عم بتعود على موضوع إنستغرام ستوريز. أنا بالنسبة لي الفيوز عندي على سناب شات كتير أكتر من إنستغرام، وهذا إشي كان غريب لأنه أنا عندي فولورز كتير على إنستغرام. عم طلع عادي إنه مش كل حدا عم بتطلع على الستوري تبعت إنستغرام. كل الناس لسه مش متعودة، أو الناس عم بتشوف إنه في كتير ناس مطلعين ستوريز بقولوا رح أخلص هلا الإنترنت عشان أشوف ستوريز وأنا لسه مش عارف. وخلص يمكن متعودين لما بدنا ندخل على الإنستغرام بس بدنا نشوف صور. نشوف صور ممكن هيك أكثر. صح. نعم. طيب شو كمان معنا هدير؟ كمان تويتر عمل أضاف للناس. تعرفي تويتر إنه هو شوي بعيد وعم بحس حاله إنه هو ما فيه كتير خصائص، فصار هو بده يعمل إشي كمان عشان يبين. ولأنه معروف إنه الفيديو ببداية 2016 حكوا إنه الفيديو حيكون إله كتير مجال بالسوشيال ميديا، حيكون إله يعني هو الأساس بالسوشيال ميديا بعام 2016. بالضبط، لأنه إحنا عم نحكي عن أرقام مخيفة، 8 مليار فيديو يوميا يتداول. بالضبط. سواء عبر فيسبوك عبر الانستغرام او سناب شات. exactly. يعني تخيلي 8 مليار، احنا عم نحكي وكانها البشريه باكملها كل يوم عم تتداول فيديوهات. اكزاكتلي بالضبط، لانه الفيديو هو اسهل الانتشار، الناس بتشوفه اكثر، الناس بتداوله اكثر، وبصراحه بوصل مسج اسرع وهيك قريب من الناس، شفاف. exactly. الصوره بتقعد تعدلي وتظبطي الفيديو بيوصل. فتويتر بوصل والناس بتحبه لانه في شفافيه اكثر، بتقدر تشوفي الناس على طبيعتها. يعني هلا رح يكون في فيديو بتويتر. تويتر اوريدي كان عنده فيديو. اول شيء عمله انه طول مده الفيديو. أوكي. فهو انه عارف انه الفيديو هو الاساس، فحب يعمل لهدول الكرييترز والانفلونسرز والناس بينزلوا فيديوز على تويتر يعملوا شيء زي ما عمل يوتيوب. يوتيوب اذا بتنزلي فيديو كل ما زادوا الفيوز في شيء بتعملي انيبل بيوتيوب انه بتعملي مونتايزيشن، بتصير تاخذي مصاري كل ما زادوا الفيوز. تويتر عملوا نفس الشيء، فصار انه بتنزلي فيديو كل ما زادوا الفيوز عندك بيزيد، بصير تاخدي مصاري، في بصير هاف ان هاف بينك وبين تويتر. حلو، يعني عم ندخل الموضوع وكأنه ممكن يكون عائد او مدخول. اكزاكتلي exactly. مدخول من وراء تويتر، كونتنت بتنزله على تويتر، هيك بشجع الانفلونسرز والكرييترز اللي عندهم كونتنت يطلعوه على تويتر قبل اي قناه ثانيه. اذا بدنا نحكي كمان بين فيسبوك وتويتر، كيف عم بتكون مثلا التطبيقات؟ يعني انا بحس يعني فيسبوك اللي متعود عليه لسه متعود عليه. صح. وخصوصا انه لساته بتميز بموضوع انه نعمل شير للينكس لاخبار لمواقع، تميز في هذا الشيء فيسبوك. صح، فيسبوك بتحسيه الناس خلص تعودوا عليه، هو اللي احنا بلشنا نستخدمه اكثر شيء. الناس تعودت عليه، اسهل استخدامه. في ناس لهلا مش عارفين يستخدموا تويتر او بيستصعبوا يستخدموه، بتحسي انه 140 كاركتر تستخدميها على تويته واحده بتحسيها شوي صعبه، فبسنا صار الناس فكر. يكتبوها على ايمج بنزلوا صورة عليها الكتابة عشان يوصلوا فكرتهم. فتويتر ما بتحب حدا أو ما حدا بيحب يتحدد بأحد. هي بتكون شطارة فكرة طبعاً. وذكاء منه للشخص يوصل معلومته بهاي الطريقة. صح 100%. وبتلاحظي على تويتر كله ناس سياسيين أكتر، أخبار، يعني أي حدا بده يعرف أخبار أول بأول بنصحه أنه يعمل تويتر أكاونت ويتابع التشانلز الأخبارية. ليش بنحس أنه بالخليج أكتر المقبلين أو المحبين لتويتر؟ ممكن طبيعة تحسي كلتشر أكتر يعني. بالخليج بحسهم بحبوا يكتبوا أو يحكوا، يعني عندي أصدقاء بالخليج ما بتخيل كيف بحبوا يحكوا أشعار. هذا كله بالعربي، يعني عندك المحتوى العربي كثير قوي بالخليج. فأنا بحس إنه بالخليج عندهم التويتر قوي، وبالسعودية خاصة عشان الكلام اللي هذا بيحكوا. هو محبي عندهم فصاحة اللغة، وال140 حرف بالنسبة لهم كافية. yes, exactly. عندنا موقع اليوم رح نحكي عنه، تخبرين
تشاركينا. حبيت انا صراحه اشارككم بموقع كثير انا بستفيد منه. هذا الموقع اسمه Product Hunt. اوكي. Product Hunt يوميا بطلع لنا موقع جديد، منتج جديد، خدمة جديدة، يا بتكون ببلاش أو مصاري. كل يوم بطلع لك إيميل بقول لك إنه في برودكت جديد طلعناه، شو فيه بمختلف المجالات، مختلف المجالات. فأنت بتروح بتشوف شو هذا البرودكت، إذا بتشوفه مناسب إليك بتكبس على Get It Now. بتروح بتعرفي أكثر عن هذا الويب سايت. أنا استفدت منه كثير، إنه كل يوم بيعطيني معلومات جديدة، مواقع أنا ما توقعت إني أشوفها. أنا مجال شغلي بالسيلز، فلقيت عنده أعطانا برودكت اسمه إيميل هانتر. إيميل هانتر موجود، يعني تعرفت عليه عن طريق برودكت هانت. إيميل هانتر إنه بصير ألقط إيميلات الناس اللي بالشركات بنفس الدومين. وهذا الإشي كتير سهل تعامل بالسيلز. هذا بيوفر كمان فرص عمل للي يبحثوا. بالضبط. أوكي، برودكت هانت يعني كيف؟ نكتبه كلمة واحدة .com. زي أظن طلعت بالصورة قبل شوي. producthunt.com. تعرفي ايش حبيت في هذا الويب سايت؟ انه هو ما فيه ادفرتايزنج، مش يعني هو بشجع الموجودين فيه انه يعملوا يعملوا شير للكونتنت الموجود، يكون في انجيجمنت اكثر، تفاعل اكثر. فبهي الطريقه بتحسي الكونتنت الموجود حقيقي، مصداقيه اكثر. يعني ما مش انه والله هو متواصل مع شركات فهذا الموقع بده يروج للشركه، احنا بنحكي عن ناس استفادوا بده يفيد غيرهم. بنرجع نذكر برودكت هانت ايش فيه؟ مواقع، بنشر مواقع، تطبيقات، سيرفيس، في عندك خدمات معينه، كمان منتجات معينه. يعني كمان تعرفت عليه على موقع بيسوي تيشرتات، بتنقي الكواليتي تبع التيشرت وتطبع عليها الصوره اللي بدك اياها. حلو، كثير فيه يعني بحر. حلو، اذا ادخلوا على producthunt.com بتلاقوا عليه كثير اشياء ممكن تفيدكم بحياتكم. شكرا لك هديل، هيك جوله سريعه بايش عم بيكون في ابديتس عندنا بالتطبيقات، وايضا ايش ممكن مواقع نستفيد منها، واهم المواضيع ايضا المتداوله. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا للمتابعه، وما تنسوا تشتركوا في القناه لتشوفوا كل شيء جديد.